اهلا بيكم من جديد. خلينا نروح نشوف الاخبار المحليه في الترند ايه. يلا بينا. اتحاد الكره يحسم مصير تاجيل استئناف الدوري، وده الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر. اما صفحه الوطن سبورت على فيسبوك فقالت ان اللجنه الخماسيه تعتمد التشكيل النهائي للجنه الحكام قبل عوده الدوري. اما يلا كوره فقال عبر صفحته الرسميه على فيسبوك ان الفيفا اعلن مواعيد بدء الانتقالات الصيفيه في مصر. كمان موقع في الجول على حسابه الرسمي على تويتر فيواصل العد التنازلي لعوده الدوري، وخلاص باقي 3 ايام. واخيرا النادي الاسماعيلي بيتفق على مباراه وديه مع انبي استعدادا لعوده الدوري. طيب اول خبر معانا بالتحديد من الحساب الرسمي الوطن سبورت على تويتر، واللي بيتكلم عن اتحاد الكره يحسم مصير تاجيل استئناف الدوري. الموضوع يا جماعه محسوم خلاص وخلص ومفيش اي كلام فيه. الدوري هيرجع يوم الخميس اللي جاي وخلاص، يعني مفيش اي عوائق لعدم عوده او تؤدي لعدم عوده بطوله الدوري. الكل جاهز والكل بيستعد والاشتراطات معروفه جدا للجميع، ومفروض ان الكل بيتبع اشتراطات السلامه يعني عشان يكون في وقايه من فيروس كورونا. الكل جاهز ان شاء الله اول مباراه يوم الخميس ما بين الزمالك والمصري في بطوله الدوري. مفيش اي كلام اطلاقا على تاجيل عوده بطوله الدوري. تعالوا نروح لصفحه الوطن سبورت على فيسبوك، وقالت ان اللجنه الخماسيه تعتمد التشكيل النهائي للجنه الحكام قبل عوده الدوري، وده هيكون من خلال اجتماع من اللجنه الخماسيه مع الكابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام، وهيتم الاستقرار فيه على اعضاء اللجنه الخاصه بالحكام في الاتحاد المصري لكره القدم. خلينا نقول لحضراتكم الاسماء الاقرب: ناصر عباس وايمن دجيش وفهيم عمر ومجدي رزق وسيد مراد، دول عضويه اللجنه اللي بيترأسها الكابتن وجيه احمد، احد طبعا الكباتن والحكام الكبار في تاريخ الكرة المصرية. تعالوا نروح لخبر آخر من يلا كورة، ومن خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، وقال إن فيفا أعلن مواعيد بدء الانتقالات الصيفية في مصر. برضو الخبر ده عايزين نعلق عليه لأن في توضيح مهم جدا. الموضوع ده متروك وده شأن داخلي بالنسبة للاتحاد المصري لكرة القدم، على حسب أو اللجنة الخماسية تحديدا، يعني على حسب انتهاء الموسم الحالي. ممكن يتم فتح باب القيد قبل الانتهاء بحوالي 3 أو 4 أسابيع، تقدر تتعاقد مع اللاعبين بس ما تقدرش تلعبهم غير لما الدوري يخلص. الموضوع ده لسه ما تمش الحسم فيه بشكل نهائي. تعالوا نروح لموقع في الجول، ومن خلال حسابه على تويتر وقال ان العد التنازلي لعوده الدوري خلاص ابتدى من خلال 3 ايام، ويرجع او ترجع بطوله الدوري، وباذن الله ان شاء الله ترجع بشكل قوي. ممكن المستويات الفنيه في بدايه العوده ما تبقاش قويه زي ما احنا متوقعين، لكن مع توالي المباريات هنلاقي مستويات فنيه جيده لكل الفرق في بطوله الدوري، خصوصا ان هم خدوا فتره كافيه جدا من الاستعداد قبل عوده البطوله. الاهم بالنسبه لنا النادي الاهلي يكون جاهز الجاهزيه التامه. لسه بنتكلم على انديه الدوري الممتاز، وتحديدا النادي الاسماعيلي اتفق خلاص مع انبي على مباراه وديه هتكون يوم الاربعاء القادم في القاهره عشان الفرقتين يستعدوا لاستئناف بطولة الدوري. فرقتين تقال جدا من الفرق المميزة في البطولة. طيب خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نشوف الترند العالمي النهاردة. يلا بينا.